أكدت وزارة الإسكان بأنها مستمرة في إجراءات توزيع شهادات الاستحقاق على المواطنين المرشحين لوحدة المرحلة الثانية من مدينة شرق الحد، وذلك في إطار برنامجها الزمني لتوزيع 3200 وحدة سكنية إضافية حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. هو تفرد مستحق نالت من نصيبه السياسات الطموحة التي لطالما أبدعت في خطط تتطلع نحو مستقبل يفيض بالإنجاز الخدمي، إذ أن طرف المسؤولية هنا يقع على ضرورة الالتفات وتقاسم الاهتمام لسرعة التحقيق والإنجاز كمنهجية هي ذاتها اتبعت في توزيع شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني ضمن 3200 وحدة سكنية، ليكون المواطن هو المستفيد الأول من تلك الخدمات. اليوم هو اليوم الثاني لتوزيع شهادات تخصيص مشروع شرق الحد الإسكاني، وهو المشروع السادس من ضمن 7 مشاريع راح يتم إن شاء الله توزيعها بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتوزيع 3200 وحدة سكنية. عملية التوزيع إن شاء الله راح تستمر لحوالي 4 أيام، والله الحمد اليوم الكل قاعد يشوف زيادة سرعة وتيرة توزيع الوحدات السكنية، وهي نتيجة طبيعية لدعم القيادة الرشيدة للقطاع الإسكاني. إجراءات توزيع شهادات الاستحقاق على المواطنين المرشحين لوحدات المرحلة الثانية من مدينة شرق الحد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين، بعد أن حرصت وزارة الإسكان أن تتم عملية التوزيع على دفعات متتالية. أشكر جلالة الملك الله يحفظه ويبارك فيه، وأشكر الأمير خليفة وأشكر الأمير سلمان والقيادة في مملكة البحرين على دعمهم لوزارة الإسكان، واليوم أنا جدا سعيد أني حصلت وحدة سكنية وأشكرهم من كل قلبي، شعور لا يوصف والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله لما حصلوا عما قريب يحصلون، وخطة طموحة من وزارة الإسكان أن الكل يحصل. الخطة وضعها جلالة الملك الله يبارك فيه والمسؤولين ماشيين عليها وألف حمد وشكر. طبعا الإجراءات هنا إجراءات سلسة وتعامل بشوش ودود من جميع المسؤولين في وزارة الإسكان. عملية تنظيم تسليم الشهادات الاستحقاق ماشي بطريقة متميزة، بالعكس شيء يدعو للفخر أن احنا نحصل على وحدتنا الإسكانية، وتشوف هو يسامح يستقبلك وهو يسلمك ويبارك لك. ألف شكر. أشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطنين توفير سكن، والحمد لله حصلنا على وحدة سكنية. إجراءات هنا في وزارة الإسكان جدا سهلة وبسيطة، والحمد لله بسلاسة تمشي الأمور. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء المعقم وولي العهد على إتاحة هالفرصة للحصول على وحدة سكنية. والله الحمد لله الفرحة أكيد الواحد مستانس يعني، وحب أول ما يعني اتصلوا فيني خبرت الأهل، يعني كل الأهل حتى العيال مستانسين في المناسبة الكبيرة. فرحتي طبعا ما توصف أن حصل على وحدة سكنية، وفرحة كل مواطن طبعا أن فرحة لا توصف. حبيت أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على الوحدة السكنية اللي أعطوني إياها، وشعوري طبعا ما يوصف شعور أي مواطن يحصل بيت. حبيت أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد، والحمد لله كنت وايد مستانس يوم تلقيت الاتصال وقالوا لي أنك من المستحقين بالوحدة السكنية، والحمد لله كانت بعد الإجراءات جدا سهلة وسريعة في وزارة الإسكان. أشكرهم وأشكر جهودهم إن شاء الله، وأتمنى الفال حق اللي عقبنا إن شاء الله الدفعات. أشكر القيادة الرشيدة يعني جلالة الملك رئيس الوزراء واللي عاد الله يحفظهم إن شاء الله، يعني اللي نفس ما يقولون قد ما يقرون يعني يلبون حاجات المواطنين، وأشكر وزارة الإسكان يعني من أكبر مسؤول لأصغر موظف على الجهود الطيبة اللي يقومون بها. الحمد لله فضل الله أنشان الاتصال عشان نستلم حق الوحدة في شرق الحد، وهذا طبعا الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم القيادة الرشيدة متمثلة في جلالة الملك ورئيس وزراء وولي عهده الأمين
يعني نشكرهم شكر جزيل على ما قدموه حق الشعب، وإن شاء الله وهاي الاستمرارية ماشية. وطبعا الفرحة هاي من أمس من قبل الاتصال، يعني صار تواصل بين الأهل وهالأمور ذي اللي ما شاء الله هم فرحتهم صارت أكثر حتى من هنا، يعني ما شاء الله اللي موجودين كلهم يعني أهلنا من منطقتنا عارفينهم إنه ما رحت بعيد عن منطقتك اللي كنت عايش فيها طول هالسنين، يعني ما ابتعدت وايد، وهاي ربعك كلهم وياك في نفس المنطقة. أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء المقر ولي العهد المقر على هذه المناسبة السعيدة، والصراحة أنا استانس يعني وايد من عقب يعني فترة يعني من استلامي لهذه اليوم انتظره، وهدي هذه المناسبة إلى أهلي زوجتي وعيالي وكل أهلي بهذه المناسبة السعيدة، وأشكر أيضا القيادة الحكيمة على خدمات المواطن. وأشكر القيادة الحكيمة على رأسهم جلالة الملك سمو رئيس الوزراء ولي العهد على الانتفاع بالوحدة السكنية. بالنسبة عن شارك الحيد، يعني كنا احنا نتمنى ان نكون في محرق وما نطلع من محرق، ولما سمعنا واتصلوا فينا ان حصلنا وحدة سكنية في شارك الحيد، يعني طبعا واجد استانسنا احنا بنكون في نفس المنطقة وما بنطلع منها. اولا نشكر جلالة الملك على الجهود الجبارة، ونشكر رئيس الوزراء، ونشكر ولي العهد، واحنا فرحانين ومستانسين على هالوحدة. نشكر الجهات المعنية والقيادة الحكيمة على تسهيلهم أمور الخدمات الإسكانية، واليوم يعني ما شاء الله التسهيلات شفناها في الإسكان سهلة وميسرة، يعني حتى تأخير ما في. إن إجراء توزيع شهادات الاستحقاق يمثل المرحلة الأولى من إجراءات توزيع المشاريع الإسكانية، حيث من المقرر أن تعقبها المرحلة الثانية المتمثلة في القيام بإجراءات السحب الإلكتروني للمشروع، على أن تتم المرحلة الثالثة المتمثلة في توثيق عقود الوحدات واستلام المفاتيح فور اكتمال نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. أكدت وزارة الإسكان بأنها مستمرة في إجراءات توزيع شهادات الاستحقاق على المواطنين المرشحين لوحدة المرحلة الثانية من مدينة شرق الحد، وذلك في إطار برنامجها الزمني لتوزيع 3200 وحدة سكنية إضافية حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.